طبعا يكون في علمكم. كل هؤلاء كل هؤلاء عندما أنت تقرأ كتبهم، شوفوا هذا المسند، هذا المسند مولانا أحمد محمد شاكر مولانا، وكان من توفيق الله ورعايته أن تشرفت هذا العام بزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك العادل ناصر السنة وحامي حماها مولاي الإمام عبد العزيز آل سعود في الرياض الزاهرة. فعندما يكتب كتابا تحت إشراف مولاي الإمام العادل الزاهد المتقي، فلابد يا روايات صححة يا روايات ضعيفة مولانا، ياهو يعقل يصحح لرواية تنفي عدالة الإمام العادل أو لا يمكن مولانا؟ إذا فعل بعد يطبع الكتاب أو لا يطبع؟ لا يطبع. والإمام أحمد بن حنبل كتبها تحت إشراف محيي السنة المتوكل على الله العباسي مولانا، فلابد أي روايات ينقل في المسند؟ ها يا روايات، هذا هاي سنة الحياة، هاي مو مرتبطة هنا. وإلا بعد يصير مولانا إمام أحمد بن حنبل يصير إمام مقدس أو لا يكون؟ يكون في السجن مولانا. واضح واضحة. ولهذا هاي مضيفوها حاشية، أن تعرف أصل الكتاب، أن تعرف مؤلف الكتاب، أن تعرف إثبات الكتاب لمؤلفه، أن تعرف الزمن الذي كتب فيه الكتاب ولمن أهدي في مقدمته، لمن أهدي. هسه اذهب أنت إلى كتب العهد الصفوي، أنت شوف عندما يكتبون الكتب لمن يهدونها؟ إلى من مولانا؟ إلى من أعزائي؟ ها؟ الشاه الصفوي عنده مشكلة مع العثمانيين، له أصدقاء العثمانيين، ها عنده حروب قائمة بينهم، فعندما يريد يكتب يثبت أولئك الطرف الآخر مسلم له كافر مولانا. هو إذا قال مسلمون مؤمنون ما تصير، فلا بد أن يثبت شنو؟ كفر مولانا. ولهذا تجد الرسائل المتعددة في العهد الصفوي في إثبات كفر من تتقن. تقول لي سيدنا عد يعني شنو؟ يعني لابد انا اعرف بان الكليني في بغداد مولانا يا عصر كان عاي الصدوق ويا من كان هواه السياسي. لا تقول لي سيدنا يعني هذول الأتقياء، لا أنتم الحمد لله في علم الأصول نقحتم لنا قاعدة الأهم والمهم، وعند التزاحم شو تسوون مولانا؟ تقدمون له. واضح صار إلى هنا. أنا هل يمكن